اسمعني، هذيك الحمارة، هذيك الخانزة، هذيك الكلبة يا الصبيسة، اسمع لوالديك، سمعي اش غادي نقول لك، والله يا امك ونشدك، اللي غنديروا لك ما نعاودوا لك. تصحابني غادي نمشي ندعيك ولا غادي نمشي ندير بك؟ شبيني وبينك يا اختي تتسبيني انا؟ شبيني وبينك؟ فين تعرفين ونعرفك؟ كل ساعة تجبديني، كل ساعة تكلمي عليا، كل ساعة اش بيني وبينك يا اختي؟ اش بغيتي عندي؟ ما كنعرفك انا تصرفت فيك على الخير، درت فيك على الخير يا الحمارة، استقتي ما مزياناش، استقتي بنت الحرام، صحابك انا بنت الناس. اش دوي؟ اش بغيتي عندي يا اختي؟ تبقاي تسبيني وتعايريني تقول لي فلان دار فيا، اش درت لك؟ درت فيك على الخير، كسيتك صبتك عطى الله، ما درت لك، درت لك الحوايج الزوينه. مالك يا اختي؟ اش بغيتي عندي؟ اش بيني وبينك؟ اش بيني وبينك؟ الله يرحمك والديك، كنت كنقول لك قلبي عليا، بعدي مني، عطاني ابتساع. واش انا بنت لك انا في البلان ولا شنو؟ سيري قلبي مع شي واحد لاصقي فيه، ولا لاصقي في شي واحد اللي جلاخه بحالك. اما انا راني بزاف عليك، بزاف عليك والله، ما توصليني بالله، وبزاف عليك باش توصليني، ولهنا يحييك. ولكن انا خرجت لانك دريتيني شحال من مره، سبيتيني شحال من مره، جبدتي لي والديا، جبدتي لي الاصل ديالي. اش بيني وبينك اختي؟ باه الله الا ما سيري في حالاتك، سيري في حالاتك، ولا غادي نزت حجره وغادي نضرب امك هنا غنغيبك. قلبي عليا طلعت لي الدم، راني ما كنبغيش تخرج ندير بحال هاد لا فيديوهات، ولكن خليتيني نخرج ندير بحال هاد الشيء هذا. اش هاد الكاريتات؟ اش هاد البسالات؟ راه غنهز الطوموبيله ديالتي وغادي نجي لعندك نقلب عليك فين ما كنتي. وسيري اختي عطيني ابتساع، الله يرحمك والدي، لاخر مره انا كنقول لك قدام الناس، قدام هادشي كامل الناس اللي كتسمع فيا، لاخر مره تبقاي تجبديني على فمك، راه غندير معاك شي حاجه اللي ما غاداش تعجبك. بربي ما غنتفك معاك، رانا انا انسان زوين وظريف، ولكن راه جلاخ، راه ما تنسواش. ومن الاحسن عطيني ابتساع، راك كنشهد هذاك الناس، عطيني ابتساع. رانا ما كنجبدك، ما كنتكلم عليك، ما عمرني جبت سميتك، ما حتى لعبه، ولكن اصافي راه حنا عيينا من هادشي، عيا بزاف وعيقتي، عيقتي وماشي ماشي عند وحده اخرى كتقول لي راه فلان، راه فلان تفلى عليا، فلان كذب عليا، وواعدني شحال من حاجه وفي الاخر ما دار معايا والو. اش بغيتيني ندير لك؟ دار لامك في راسك، اش بغيتيني ندير لك عيوان؟ اش بغيتيني ندير لك؟ اش بيني وبينك اش ندير لك؟ انا ولد ديري ليا انت، سيري دار لك صحتك، دار لك في صحتك، شوف فيها حالتك كي دايره، شوف فيها حالتك كي دايره يا ميكروب، وانت غادي تبقاي مقابلاني انا؟ اش بيني وبينك انا تبقاي مقابلاني؟ انت فين تعرفيني ونعرفك؟ صافي قلبي عليا، الله يرحمك والدي، قلبي عليا، قلبي عليا، راه كنقول لك قدام الناس، قلبي عليا، راه مرتيني في صحتي بزاف هادشي، والله العظيم الا بزاف، تجاوزت الحدود. مالك اش بغيتي تكوني كاع في ملك الله كاع؟ اش بغيتي تكوني؟ قول لي اش بغيتي تكوني كاع؟ كنحتارموكم، كنحتارمو، كنقولو السيدة راه بنت بقى امرأة، ما نديوش عليها حيت امرأة، وكان راجل غادي نخرج ندخل فيه، ولكن ما اش غندخل في وحدة سيري بحالاتك، سيري ضاربي مع شي وحدة أخرى، ضاربي مع شي وحدة أخرى تكون مشمكرة في حالك، شنقي عليها تشنقي عليها، كنتي هي اللي تعرف لك وتعرفي لها. أما أنا راه بزاف عليك، بزاف عليكم، متوصلينيش وفوتوني، فوتيني عليك تو هذيك امك، فوتوني عليكم، الله يرحم لك والديك، راه ما نليقش لك، ما نليقش لك وما نصلحش لك. وصافي راه شوفي، شوف وحق الله العظيم، وحق راه كنحلف، كنحلف من هاد في هاد الفيديو هذا، وهذا اخر فيديو اللي غادي نديرو على قبلك، راه كنحلف الا مشيتي جبتيني هاد المره، ولا مشيتي تحكيتي ليا، راه داك الشيء اللي غنديرو لك راه والله ما غادي يعجبك، راه والله تا غادي تندمي على النهار اللي عرفتيني فيه. رانا ميكروب، ميكروب تما، راني ميكروب، رانا انسان زوين، ما خليتش ما درت عليك، كسيناك صبتناك عطيناك الفلوس، درنا معاك المزيان، كنا باغي نديرو معاك شحال من حاجه، وفي الاخر طلعتي ماشي بنت الناس، صافي الله يعاونك، لقينا خوت نتفارقوا خوت، راه الناس كيتزوجوا وكيولدوا الاولاد وفي الاخر راه كيتفارقوا، اما انا راه ما تزوجتش بك، ما وعدتك، ما حتى شي لعبه، وقلبي عليا. وانت دابا انت عندك قناه مشهوره في الانترنت معروفه، كدير لي تقولي فلان دار ليا، فعل ليا، ترك ليا، او انت ما كغادي تطلعي لها تصوص على ظهري انا، انت غتضربي صريفه على ظهري انا، ومن الفوق تحطي تصاوري، واش انت مسالي هذه تقلد الحياه؟ انا راه ما نجبد سميتك، انا ما نحط صاورك، ما ندير حتى لعبه، ولكن راني كنوجه لك هاد الكلام، هاد النداء من هاد المنبر، وراكي كتشوفي هاد الحلقه هادي، راه كنقول لك وقريني عليك، راني اخر مره جبديني وتحطي التصاور ديالي غندير معاك شي حاجه اللي ما غاداش تعجبك. هذه الاولى. ثاني حاجه، هذيك الشمكاره ديال صاحبتك لا تبقاي تصيفطيها ليا، لو كنتي بنت الناس بصح ما تصيفطيش ليا صاحبتك، تجي تهضري معايا، الا عندك معايا مشكل جي حليه معايا، انا تحلي معايا المشكل، ما تصيفطيش ليا صاحبتك، لان ما كنعرفش انا صاحبتك، انا كنت كنعرفك انت، هذيك اش دخلها فينا؟
راه ما كاينش سبب المشاكل اللي دارتهم هذيك السيده هي هذيك. هذه سبب المشاكل اللي واقعه بيني وبينك، ولكن انت ديال مك حماره، انت يا مكلخه ما كتفهميش وما عمرك غتفهمي هادشي علاش دخلتها هي. ولكن طلعت هي مريقله، طلعت هي ادكى منك، طلعت هي احسن منك، لانك انت ما عمرك او ديال المكلخ مكلخ مع من تندوي هنا، تندوي مع المكلخين. او سيري اختي اعطيني غير التيسع، اعطيني غير التيسع، راه والله العظيم الا غندير معك شي حاجه اللي ما غاداش تعجبك قلبي على دين جد بويا حرق اصلا غادي نبدا نعاير كاع سهله ديال البراش. هادي تفريش هادشي والله العظيم الا تفريش قسما بالله. هاد السلوك هذا راه والله ما كيتصدر من وحده بعقلها ناضجه في عمرها 25 سنه يتصدر منها بحال هاد السلوكات. عيب حرام عليك، وراه داكشي اللي كتصيفطي العباد راه غنتفاهم معاك عليه، راه غنتفاهم معاك عليه. مساله ديال والو اخر مره انك تبقاي تعاودي تصيفطي لي دي ميساج، نقول لك من هنا لي ميساج ما تبقايش تصيفطي، بلوكيتك شحال من مره وتفي الاخر تقلبي على نمره تجيبها وتعاودي تصيفطي لي انا. اش بينو بينك انا اش بينو بين الدريكه ديال العفن والمسخات؟ الله الا عمرتو هاد الانترنيت هادي في الاخر انت شاد البجله وتجبدي لي والديا وتجبدي لي اش بينو بينك انا؟ تجبدي لي انا حياتي انا تجبدي لي في الانترنيت؟ اش بينو بينك انا؟ فين 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 كنعرفك؟ فين كنعرف جد اصلا امكم؟ انا كاع تسلطتو عليا انت وهذيك امك وهذيك خواتاتك وهذيك صاحبتك الله يعطي لكم امكم الجهه لكلكم بزاف هادشي. عيقتو خرج باباكم العقل ولا مالكم؟ تسطيتو ولا مالكم؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والله العظيم إلى الإخوان، والله العظيم ما عرفت من ندير مع هاد الميكروبات، والله العظيم ما عرفت من ندير مع هاد الميكروبات قسما بالله إلا جهدات. راه هادشي اللي كديرو راه ما كيديرو حتى شي واحد، راه عيب. إخوان سمحوا لي الله يجازيكم بخير على هادشي اللي صدر مني. دابا جيتكم في النهاية ديال هاد لافيديو، بغيت نقول لكم باللي اي واحد كتشوفو طالع في الانترنيت وكيساب وكيعاير معاه ومخاصمين والناس مخاصمه مع شي وشي واحد مخاصم مع شي واحد، راه كنبغي نقول لكم من هذا المنبر هذا راه غير هادشي كامل راه غير تمثيل كيف ما درت دابا انا امثلتي لكم، جبتكم حتى النهايه ديال لا فيديو باش نقول لكم باللي هادشي كامل اللي كتشوفوه في يوتيوب راه غير مجرد تمثيل، تمثيل ثم تمثيل، ما كاين حتى شي وحده حتى شي وحده ما كتجبدني، ما عندي مشكل مع حتى شي واحد. جبتكم النهايه ديال هذه الحلقه هذه، كنقول لكم شكرا لكم، ولا عجبتكم هذه الحلقه ما تنساوش الاخوان ديروا لايك ديروا بارطاج، خليوا لي لي كومونتير ديالكم، تنشكركم بزاف وتحيه لكم اينما كنتم، وتحيه الجاليه المغربيه وتحيه لخوتنا الجزائر وجميع الناس اللي كيتفرجوا فيا وكيتابعوني، كنقول لكم تهلاو في راسكم.